وللمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور عادل الطراس، مستشار وزير الزراعة لتحسين الوراثي للسلالات. تحية لك دكتور عادل. يعني بداية، إنشاء مركز مدينة السادات للإنتاج الحيواني ويهدف الأساس لتنمية الثروة الحيوانية من خلال التحسين الوراثي ما بين السلالات المصرية لحومها وألبانها، يعني القيمة المضافة لهذا المجمع المتكامل اليوم يعني ملف الأمن الغذائي في مصر. بسم الله الرحمن الرحيم. كما نعلم جميعا فإن الثروة الحيوانية المصرية تعتبر رافد من روافد الأمن القومي بالنسبة للشعب المصري. السلالات المصرية من الأبقار تعطي كما نعلم جميعا من 3 إلى 5 كيلو لبن يوميا، والسلالات المصرية من الجاموس المصري تعطي من 6 إلى 8 كيلو يوميا. ومن خلال برامج التحسين الوراثي وخاصة الجزء التنفيذي البسيط وهو التلقيح الاصطناعي، في هذه التقنية أو في هذا المجال فإننا نقوم باستيراد السائل المنوي من الذكور عالية الإنتاجية سواء من ألمانيا أو من أمريكا أو من فرنسا. هذه السلالات العالية الإنتاجية من خلال تلقيح السلالات المصرية بالسائل المنوي الأجنبي نحصل على عجلات أو أفراد جديدة. هذه الأفراد الجديدة في الجيل الأول يصل معدل إنتاجها من 8 إلى 10 كيلو في اليوم. فإذا ما تقدمنا في هذه العملية بالجيل الثاني والجيل الثالث فإننا سوف نصل بإنتاجياتنا إلى 20 إلى 25 كيلو لبن من الأبقار يوميا. أما بالنسبة للجاموس المصري فإننا من خلال برامج التربية العادية والتلقيح أيضا بالسائل المنوي الإيطالي يؤدي ذلك أيضا إلى زيادة إنتاجية اللبن من 6 إلى 8 إلى 10 إلى 15 أو 20 كيلو بعد جيلين أو 3 أجيال. دكتور عادل، هل يتم تكييف يعني السلالات الجديدة تتكيف مع الظروف المناخية والظروف البيئية في مصر بسهولة؟ ليس بسهولة، ولكن يجب علينا أن نكون جادين ومستعدين لإحلال السلالات الأجنبية، محل السلالات الأجنبية من خلال الأعلاف الجيدة أو الأعلاف المميزة، من خلال الرعاية البيطرية الممثلة بكافة التحصينات، البيئة أو المسكن المناسب بالنسبة لهذه الحيوانات. لو ذهبت سيادتك إلى بعض المزارع الخاصة فإننا سوف نجد أن هناك رعاية بيطرية وسكن وأعلاف مميزة لهذه الحيوانات، ويصل الإنتاج فيها إلى 50 كيلو لبن يوميا. ولكننا عند التوزيع على صغار المزارعين فإننا نقدم لهم كل البرامج الإرشادية، كل البرامج الخاصة بالعلف، كل البرامج الخاصة بالرعاية الطبية، كل البرامج الخاصة بالظروف البيئية، ونحاول جاهدين أننا قبل أن نستخدم تلك الحيوانات أن نجد التوافق أو أن نستورد تلك الحيوانات من بيئات تقترب أو تماثل تلك البيئة الموجودة في جمهورية مصر العربية حتى يمكن لها أن تتوائم مع البيئة مستقبليا. طب دكتور عادل، يعني دور التكنولوجيا في هذا المجال إلى أي مدى يعني يتم الاعتماد على التكنولوجيا في مسألة تحسين السلالات وتوفير الظروف البيئية والمناخية المناسبة لهذه السلالات لكي تعطي هذه الإنتاجية في مصر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. سؤالك بسم الله ما شاء الله عايز شهر إجابة، لأن احنا لو قلنا دور التقنيات العلمية الحديثة خاصة البايوتكنولوجي فإننا سوف نبدأ من ما يسمى ببنك الجينات. بنك الجينات هذا ينقسم إلى عدة أقسام: بنك الحيوانات المنوية، بنك البويضات، بنك الجينات. يمكن لنا من خلال ذلك أن يكون لدينا كافة الصفات الجينية أو الوراثية في هذا البنك. ومن خلال بنك الحيوانات المنوية يمكن تلقيح الإناث المصرية من الحيوانات فيؤدي ذلك إلى إنتاجية عالية. الجزء الثاني
وهو نقل الجينات. ربما نقل الجينات هذه التقنية قد تكون إلى حد ما تحتاج إلى دعم أكثر وأجهزة أكثر، فنركز فقط أو نركز حاليا على التلقيح الاصطناعي. التقنية الثانية وهي نقل الأجنة. نقل الأجنة يمكن لنا أيضا الحصول على بويضات عالية من الحيوان ثم تلقيحها بالحيوانات الثمروية خارج الحيوان، أو حقن الحيوان ببعض الهرمونات التي تزيد من إنتاج البويضات ثم تلقيحه بالسائل المنوي الأجنبي، فيعمل ذلك على تكوين العديد من الأجنة داخل الحيوان أو خارج الحيوان. حديثا هناك تقنيات علمية أكثر تقدما، ألا وهي ما يسمى بانتخاب الجينوم. انتخاب الجينوم يقصد به الحصول على كافة الصفات الوراثية الموجودة في الحيوان. والتلقيح الاصطناعي عبارة عن حيوان منوي من السلالات الأجنبية والمستقبل وهو البقر المصري. طب دكتور عادل، يعني معلش عفوا للمقاطعة، ولكن يعني طبعا بالإضافة لهذه التكنولوجيا المتقدمة جدا في مسألة تحسين السلالات، هناك أيضا نقطة في غاية الأهمية تتعلق بالأعلاف وتغذية الماشية، ودي نقطة مهمة توفرها على مدار العام. وكان في حديث النهاردة عن نوع من النباتات والأعلاف اللي هي بتبقى مناسبة للمناطق الجافة وهي يعني المستقبل في مصر. حاضر. طيب سنقف فيما سبق على ما اتفقنا عليه وهو انتخاب الجينوم. نعم. بالنسبة للأعلاف سأقول لك يعني معلومة بسيطة جدا في غاية الأهمية. لم يعد هناك علف تقليدي يعطى للحيوان من أجل ملء الكرش فقط، ولكن الحديث هو ما يسمى بالعلاقة بين تركيب العلف وجينات الحيوان المستقبلة، والجزء الثالث وهو إنتاجية اللحم أو إنتاجية اللبن. أي أن هناك علاقة وثيقة وقوية تسمى نيتروجينوميك. هذا النيتروجينوميك يربط بين تركيب العلف، جينات الحيوان المستقبلة، إنتاجية اللحم. إذن اختيار العلف المناسب بما يحتويه من عناصر غذائية وأملاح وفيتامينات تؤثر على الجينات الموجودة في الحيوان، مما يساهم بزيادة إنتاجية الحيوان من اللحم واللبن. أشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور عادل الطراس مستشار وزير الزراعة للتحسين الوراثي للسلالات.